السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة أزنغان 24، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم مباشرة من أمام القنصلية الإسبانية المتواجدة بمدينة الناظور، هنايا غادي نقل لكم هذه التظاهرة اللي دايرين هاد النساء والعاملات بمدينة مليليات، عندهم مطالب بغاو يحقوها. شنو بغاو؟ بقاو معنا في هذا الفيديو ونشوفوا. ما بغيناش كثر، وعاش محمد السادس الله يخليك يا سيدنا، انت التاج فوق راسنا، شوف فينا وشوف ناحية الناظور، راح نضعنا مليات حلات، ولكن ما عندناش الحق نفتحوها، علاش ما خليوناش ندخلوا؟ علاش؟ واش حنا ماشي مغاربة؟ واش حنا ما عندناش القوانين؟ حنا عندنا القوانين ديالنا، ولكن جات في الكورونا بلعت، حنا ما عندناش سبب لهذا الشيء، حنا بغينا الحقوق ديالنا، بغينا نرجعوا بيرميسو فونتيريسو. ما بغيناش فيزا، ما بغيناش فيزا، الحكومة غادي يقضي مع الشعب، أنا ما بغيناش فيزا، لا للفيزا، حنا راه ما غاديش نسكتوا، راه إلا طلب الوقت راه غادي نوصلوا حتى للرباط، ولكن حقنا راه ما غاديش يضيع. لا للتهميش، لا للإقصاء، لا لا للإقصاء، Somos trabajadores de Melilla, somos inocentes, somos víctimas de la enfermedad contagiosa de virus corona. Tenemos derecho de devolver todos los trabajadores a Melilla sin requisitos, que somos trabajadores dañosos de la enfermedad. Es lo que puedo decir. Gracias. تنطلبوا منكم يا اسبانيا يا المغرب، محمد السادس راه كاين اللي جاب 15 عام، كاين اللي جاب 17 عام، كاين اللي جاب 10 سنين، كاين اللي جاب 7 سنين، مول لاكارت، مول باسبور، مول الفيزا، مول الاوراق. كنا بغينا حنا ندخلوا تكون كما كانت مليلية، ترجع لينا كما كانت، الشعب كله ياكل ويشرب كما هذه شحال. تنطلبوا منكم يا جلالة الملك محمد السادس دير لينا عاشر بلد، عاشر بلد يا محمد السادس. تنطلبوك وتنترجاك يا الأسرة العلوية، تنطلبو من كل شيء الشروط الإسبانيين والمغربيين ديالنا، وعاش محمد السادس الله ينصرو ويزيد في النصر ديالو، ويزيد في النصر ديالو. تنطلبو منك يا محمد السادس، رحنا تهددنا في هاد مدينة الناظور، رحنا كلينا والدك راك لاينا هاد المنطقة ديال حد بني شكر وديال الفرخانة وديال الناظور وديال كل شيء، وبني نصار كل هاد الجوارئ ديالو كلهم كلاو الدك، شكون اللي واكل الدك؟ المساكين اللي كانوا خدامين تما، الولاد والشباب والشابات وكاع الامه الاسلاميه كاع كلاو الدق. تنطلبوا منكم ديروا لنا شي حل، ديروا لنا غير شي حل. السلام عليكم. قنوزدا غير حق النف، فما نوزدا غير حق النف، غادي نسكاسن باش هذا غادي نشواغب، وغادي هذا غادي نشواغب، خش ماني غناح الحق النغ، ماني غير حق النغ نشي. ها؟ خذ التان انا فيزا، فما ميغ التان فيزا، خش نسكي غايني غنخدم باش هذا غادي فيزا، نشواغب تقبو فيزا، وهكذا غادي فيزا.
فهمت؟ خش خدم غديني 14 سنة و 7 شهور، خش ماني غرح، خش تخدا تخسي غورو، هاقش هاسي غورو ينو، هاقش كل شهر تكسن إذا دايز 376 غورو في شهر، فهمت؟ إذا تكسن، إذا زاد زي شوية تعيش زي زيادة غاري حنجان غاري كل شيء، يخش ماني غنى. خميشين من تتان تارا انت تارا ذاقش نحق النغ فهمت؟ ذاقش ما مش ذاقش نحق النغ نعمل سيدي ولني تتا السورة السلام أه؟ السلام عليكم لوز النهار نعمل سيدي غنجيج الاحتجاج خبير ميسو يطلب أخو دي وضن يقضي ياسم بيرميسو يقضي ياسم بيرميسو قلنا سن بدن بيرميسو قلنا نستيف نقعة بدن بيرميسو سن ذي وضن يقضي سنة تزقوا ما يخسر عن السوف غنوال واسد الشنوالو سوسي شنو سخنين مسرايين إيه ماذا غا حسن بير ميسوث النار ما يشتغلنا مزوار خمس سنين عرين تغا عام ذي عنا غدا ياس نخشي التالي ذا غرن بير ميسو ما يشتغلنا غا غوش الحقوق النار ما ينخدم نخو تانا تان شا كونتراتو تان شا مهم تان فيزا تان فيزا واش تشحبو فيزا واش غير فيزا كونتراتو واش تشمو كونتراتو غادي خاري خنوها مره مره الاشعه ايوا ظني انت سي السلام عليكم حنا اصحاب البيرميسيون ترابخو كتشوفوا الناس اليوم درنا وقفه احتجاجيه على هذا الشيء اللي داروا لنا طلبوا لنا شي طلبات ديال كونتراتو طلبوا لنا فيزا والمصاريف ديالها ما عندناش عامين وحنا واقفين ما عوضتنا لا الدوله ديالنا لا الدوله ديالهم اسبانيا ودابا الصالح ديال سيغورو باش يديروا هذا الشيء باش ياكلونا بالحقوق ديالنا باش يهضموا لنا الحقوق ديالنا وحنايا حنايا احسن من الجاليه اللي كيجيو للصيف للصيف حنا كندخلوا العمله الصعبه شهريا قليل قليل فينا هنايا كيدخل 400 يورو ولا 200 يورو اللي كيدخل في الشهر والسلام عليكم كنناشدوا محمد السادس كنناشدوا محمد السادس يشوف يدير لنا التفاته وامر الجهات المختصه بحال وزاره الداخليه وزاره التشغيل وزاره الخارجيه باش يهضروا علينا ويشدوا حقوق ديالنا وما حلوا مشاكل كبر من هذا المشكل هذا المشكل غير صغير بالنسبه للدوله ديالنا والدوله ديال اسبانيا مشكل بسيط ما قدروش يحلوه وشكرا اخواتي العاملات حنا جينا اليوم باش نوصلوا الرساله ديالنا ونوصلوا الصوت ديالنا الى جميع الجهات المسؤوله فيما يخص هذه الوقفه خاصه بالناس اللي كانت عندهم رخص العمل بمدينه مليليه كما يعرف الجميع كانت هناك جائحه كورونا وحاله الطوارئ لذلك تم اغلاق المعابر داكشي علاش العمال ديالنا ما قدروش يكملوا العمل ديالهم يدخلوا باش يكملوا العمل ديالهم والقانون الدولي يقول باش كتكون شي قوة قاهرة الوثائق كتنتهى مدة الصلاحية ديالها كما وقع لينا حنايا كانت هناك قوة قاهرة فانتهت مدة الصلاحية ديال الوثائق ديالنا داكشي علاش ما قدرناش نستعفوا العمل ديالنا القانون الدولي كيقول اذا العامل او شي شخص ما استأنفش العمل ديالو او ما التحقش بالبلد ديالو وانتهت مده الصلاحيه ديال الوثائق ديالو